السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أثناء كاين واحد الشغب كبير، واحد الفوضى ما بين المناصرين ديال الرجاء البيضاوي والوداد. كيف كنعرفوا بأن الوداد البيضاوي الشاحنة ديالهم كدوز من هنا، حنا حاليا كاينين في ضرب وعزة بنابين، فالشاحنة ديالهم الكار ديالهم ديز من هنا من الطريق. ها هو الكار ديالهم، راه هو فين؟ ها هو ليه، راه هو ليه بعيد، زوموا عليه شوية. فوالا هنا موحى، هو هذا محاط بالقوات العمومية وأفراد الدرك الملكي. الدرك الملكي هما كاينين، لكن ما قداو والو، هما دابا باقي كيتوافدو عناصر ديال المشجعين ديال الفرقة ديال الرجاء البيضاوي. التراجع بالحجارة، السلاح الأبيض والعصي. دابا شي واحد جات فيه شي ضربة، هذا بعد ورا هادشي راه كيتسمى الفوضى، هذا تيقلب على المشاكل. ها ترى مع فين انتقلوا عاوتاني من الافراد. الطريق راه محبوسة، الطريق ما كدوش، محبوسة بالمرة، الطريق محبوسة. هو هادشي ما فهمناش الاسباب ديالو لحد الان. هنا في كاين الشاحنة، حافلة ديال أفراد لاعب الوداد البيضاوي. كاين العديد من السيارات اللي تكسر لها الزجاج ديالها عمال الشهر. كتشوفوا هادشي كيشبه حرب العصابات، هادشي غالبا غيسفر على ضحايا جرحى من طرفين. الكار ديالهم هي هو اللي كاين ياك؟ لا جندارم تما دابا.
يكون هرسوه. نعم. يا ركب اللي بنادم عقله فينا دير سكادو راه وين يلا ولد اللي مر البارح واش تا واز حجر راه وراه دير سكادو لا حول ولا قوه ما فهمتش انا شنو هادشي هذا شنو الفائده من هادشي كامل كيف بديش واحد المجموعه اللي دوم الصوت ديال حسن الثاني ما دوا البراد خصو يدير عقله شويه شي ما خدامش تاهما جوندار مع معنا سيدي ديال الدرك الملكي هما هادو هاهو واخا الصورة مكتكونش واضحة بزاف في الزوم لكن كنحاولو متابعين ابو الحجر عبد الحق يقدر يطلع الجبل نعود حلو شو الدار هاي طبيعي ياك صباح مصدق الله يبقى